في الفيديو ده إن شاء الله هتكلم عن أهمية الكلينيكال ريسيرش. كلينيكال ريسيرش يعني معناها ليه ريليتد للهيلث كير. لو أنت مثلا بتطبق تكنيك معين أو ميثود أوف تريتمنت معينة وزميل لك تاني بيطبق ميثود أوف تريتمنت وبيقول لك إن الميثود دي أفضل من الميثود اللي أنت بتطبقها. أهمية الكلينيكال ريسيرش إن هو بيبدأ يديك زي بروف أو دليل او ايفيدنس على ان كانت الانترفينشن انت بتستخدمه ده افكتيف ولا مش افكتيف. كمان هو بيساعد في تطوير او ديفلوبمنت اوف نيو تريتمنت او نيو انترفينشن ميثودز ان ذا هيلث كير. عشان اطور حاجه جديده في المجال الصحي او عشان ان انا اثبت ان الانترفينشن ده مفيد او غير مفيد او عشان اقول مثلا ادفايس لمريض معين عشان امنع ان يحصل ديزيز او يحصل ديس اوردر، الموضوع ده محتاج بحث. كل ده بيندرج تحت الكلينيكال ريسيرش. فلو جينا نحط زي ديفينيشن للكلينيكال ريسيرش، ممكن نقول ان هو عباره عن عمليه مركبه او ستراكشرد بروسيس تو انفستيجيتنج فاكتس اند ثيوريز. الهدف منها ان انا احاول ان انا استكشف الحقائق والنظريات واشوف الكونكشنز، اكسبلور كونكشنز بين ذيس فاكتس اند ثيوريز فور ذا بيربز اوف امبروفينج انديفيديوال اند بابليك هيلث. معنى الكلام ده ان الكلينيكال ريسيرش ده عباره عن سيستمك، يعني حاجه منظمه، حاجه ليها خطوات محدده. الهدف منها ان انا بعمل examination clinical and social conditions والoutcomes اللي احنا حصلنا عليها. الclinical conditions سواء كان disease او disorder او any phenomena، ولو انا برضو بعمل examination سواء كان بشوف الclinical او social conditions ده احسن وسائل للassessment والtreatment ليها، وبعد ما اطبق التريتمنت ده او بطبق الريسيرشز دي بعد ما حصلت على ايفيدنس بشوف الاوتكمز هل هو فعلا قدرت ان انا اعالج الديس اوردرز او امنعها. الهدف من السيستماتيك واي دي ان انا في النهايه احصل على ايفيدنس، دليل فور ذا ديسيجن ميكينج. الناشونال انستيتيوت اوف هيلث حاولوا يحطوا ديفينيشن للكلينيكال ريسيرش ان هو ده عباره عن يعني هو مصطلح عام، مصطلح كبير بيضم حاجات كتير، فممكن يبقى ليه كذا غرض، ممكن يبقى ليه كذا بيربوس. فهما قسموها لثلاث حاجات. قال لك اول حاجه ان في عندنا ريسيرشز مسؤوله عن بنسميها البيشنتس اورينتد ريسيرشز. بيشنت اورينتد ريسيرشز دي الريسيرشز اللي احنا كلنا بنستخدمها. الهدف منها ان انا زي ما قلت بشوف نوع انترفينشن معين، عاوز اطور نوع انترفينشن معين، او لو في انترفينشن محدد عاوز اشوف الافكتيفنس او الافكاسي اوف ذيس انترفينشن، whether this intervention is assessment or treatment. هل هو الانترفينشن ده هيساعدني ان انا ادايجنوز او ان انا استكشف البروبلمز، او الانترفينشن ده هيساعدني ان انا اعالج البروبلمز نفسها. البيشنت اورينتد ريسيرشز هو معني بالخصوص بالهيومن سبجكتس. بجيب مجموعه من السبجكتس وببدا ان انا بعمل عليهم ريسيرشز عشان اطلع احسن اسسمنت، احسن تريتمنت، او ان انا كمان اشوف الميكانيزم اوف ذا ديس اوردر. يعني مثلا اشوف مجموعه من السبجكتس عندهم ديزيز معين، عاوز اشوف الديزيز ده بيحصل له تطور ازاي او بيحصل له بروجريشن، او اشوف بيتر تريتمنت for this disorder لو انا فهمت الميكانيزم بتاعته. البيربوز او الهدف الثاني من الريسيرش، ممكن نعرف الريسيرش بشكل ثاني بنسميها الابيديميولوجيك اور بيهيفيورال ريسيرشز. من اسمه كده ابيديميولوجي، ابيديميولوجيك. ابيديميولوجيك يعني ايه؟ لو انا اشوف مثلا مدى السبريد او انتشار ديس اوردر معين في الببليك او في المجتمع، زي مثلا عاوز اشوف نسبة حدوث السي بي بالنسبة للمواليد كم في المية مثلا، أو إن أنا أشوف لو في مثلا فاكتور معين موجود والفاكتور ده منتشر في مجموعة من البيبل، هل الفاكتور ده هو ريسك فاكتور إن هو يعمل بعد كده يكون لي ديس أوردر أو ديزيز ولا لأ.
فبالتالي لو انا حددت ريسك فاكتورز دي معناها ان انا اقدر بعد كده ان انا امنع الديس اوردر ده عن طريق ان انا لو قللت الريسك فاكتورز ده. كده اسمه ريسيرش هدف منها ابيديميولوجيك اور بيهيفيرال ريسيرش. النوع الثالث من الريسيرش هو الاوتكمز ريسيرشز او الهيلث سيرفيسز ريسيرشز. ايه المقصود بيها؟ بعد ما عملنا ريسيرشز على الانديفيديوالز والسبجكتس وقدرنا نحدد البيست او البيتر انترفينشن سواء كان في الاسسمنت او تريتمنت، وبعد كده برضو لو احنا عملنا ابحاث تانية عن طريق ان احنا حددنا الريسك فاكتورز فور ديس اوردر وبدأنا ان احنا نقلل الريسك فاكتورز دي، جينا بعد كده اخدنا الابحاث دي وبعدين بدأنا نطبقها في الايفيدنت بيست براكتس. يعني ايه بقى؟ كل الناس مثلا في العيادات في المستشفيات بقى يا جماعه في بحث 12 بيقول ان مثلا السموكينج بيأفكت او بيسبب ديس اوردر معين، فاحنا لو قللنا السموكينج اكيد بعد كده الديس اوردر ده هيقل. الهدف الثالث من الريسيرش اللي هو اسمه الاوتكم ريسيرشز، بعد ما طبقنا الابحاث نبدا بعد كده نشوف مدى الافكتيفنس اوف ذا ايفيدنت بيست براكتس. يعني نشوف بقى ايه مثلا، ايه في ايفيدنس كان بيقول ان الالترا ساوند ده مثلا بيعالج البين في حالات الاوستيو ارثرايتس، خلاص فبدات الناس تطبق الريسيرش ده. ممكن احنا بعد كده نعمل ريسيرش على الاوتكمز، هنشوف فعلا هل تطبيق الناس للايفيدنس كان ليه مردود او كان فعلا حسن او عمل امبروفمنت للهيلث كير بروسيسز. كل ده بيحسن بعد كده اللي هو الايفيدنت بيست براكتس، وبيحسن اللي احنا نقدم خدمه علاجيه بكواليتي كويسه.